بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على رب. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هنالك سورة في القرآن الكريم باسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جميع. في هذه الآية فيها مدح وذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبشارة لمن اتبعه. ونحن نسأل الله عز وجل في هذه الليلة أن يجعلنا من خيار المستنين بسنته. إن أولى الناس بإبراهيم من هم؟ الذين هم اتبعوا إبراهيم. أولى الناس بالنبي لا ذريته ولا الذين جاوروه مثلا هذه الأيام. المجاورة المكانية لا تلازم المجاورة المكانتية، المجاورة المنزلية لا تلازم المنزلتية. أولى الناس بالنبي الذي اتبع النبي في كل شؤونه. هذه العبارة متكررة في القرآن الكريم: آمنوا وعملوا الصالحات. أولا الصالحات لم يقل الواجبات، الصالحات تنطبق على الواجبات والمستحبات أيضا. صلاة الليل أيضا من الصالحات، بل على رأس الصالحات. هذا أولا. والجمع كما يقال في اللغة العربية، هناك قواعد. المؤمن هذه الأيام حقيقة لو أخذ دورة سريعة ملخصة في النحو والبلاغة هذا يعينه في فهم القرآن الكريم، ليس هذا علم يخص الشعراء مثلا. الجمع الصالحات جمع، محلى أي مضاف إليه ال. الجمع الذي يضاف إليه ال يفيد العموم. لو قال عمل صالحا يعني عمل صالح واحد، ولكن ولم يقل عملوا صالحات، قال الصالحات. وأن يكونوا معي جيدا، المؤمن بناؤه الآن هذه نيته، والله عز وجل يثيبكم على النية. بناؤه أن يعمل بكل خلال رسول الله، كل فعل قام به النبي يريد أن يستن به. في الصلوات الشعبانية ماذا نقول؟ وأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. الذي يستن بالنبي، نعم هذا في معرض الشفاعة. نحن نريد شفاعة بلا استنان، أن تستن بسنة النبي. الهفوات التقصير رب العالمين يعوضها. إذن وعملوا الصالحات، هذا هو البناء. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. البعض يسأل يقول: ما تطلب ما يطلبه البعض من المراقبة الدقيقة المتصلة، مراقبة شؤون الحياة، القيام بالمستحبات، أين يفهم هذا من كتاب الله عز وجل؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ما استطعتم، همتنا نيتنا أن نكون في أعلى درجات التقوى. واتفاقا وعملوا الصالحات أيضا يفهم هذا المعنى، وعملوا الصالحات. الآن
هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات. وبعد ذلك أيضا يؤكد قائلا: وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ما الفرق بين الذين آمنوا وآمنوا؟ آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على النبي. والله العالم، أنا ما رأيت تفسير لهذه الآية في هذا الخصوص. والله العالم، الأول يمكن يراد به الإيمان العام، الإيمان العقائدي، من آمن بالله وبالرسول هذا مسلم. ولكن آمنوا بما نزل على النبي كأنه بيان للتشريعات، للجزئيات. ومن هنا في زماننا هذا من مصاديق وآمنوا بما نزل على النبي تقليدك للفقيه جامع الشرائط، هذا إيمان بما نزل على النبي، لأن الفقيه لا يفتي من جيبه، يفتي بناء على ما ورده من روايات النبي وآل النبي. فأنت عندما تعمل بالرسالة عملت بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جماعة من المنحرفين طوال التاريخ يقولون: نحن نعمل بلب الشريعة وأنتم لكم القشور. القشور ماذا؟ هكذا يدعون، أي الأعمال الفرعية. هذا الكلام كلام سخيف وباطل، كما أن هنالك كما يقال في اصطلاحهم طريقة، هناك شريعة، هنالك أخلاق، هنالك سير إلى الله عز وجل، وهناك أحكام معاملات وعبادات. من لم يقلد هذا الإنسان ليس على سبيل النجاة. الآن ما جائزتهم؟ وصلنا إلى ختام الحديث، وهذه آية وحيدة في سورة النبي فيها ذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كفر عنهم سيئاتهم في مقام العمل. هؤلاء رب العالمين يغطي التكفير، كفر أي غطى وأزال عنهم السيئات. طبعا في آية أخرى وعد بتبديل السيئات إلى حسنات. هناك بحث عند العلماء، ما المراد بذلك؟ التائب المستقيم على الطريق، نعم يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني كل سرقة تتحول إلى صدقة مثلا، الزنا يتحول إلى زواج شرعي، ثواب الزواج. الآن هذا بحثنا، البعض يقول: نعم، ما المانع؟ رب العالمين في عالم الطبيعة، السماء دنة، تحت هذه النبتة هذه الوردة الفواحة، في عالم التكوين هذا النبات يحول السماد إلى رائحة تباع بأغلى الأثمان. في عالم الطبيعة رب العالمين يحول السيئات إلى حسنات، النطفة القذرة النجسة تتحول إلى، نعم، إلى طفل وسيم جميل. رب العالمين هو ما المانع؟ على كل حال، والبعض يقول: لا، ليس المراد أن كل سرقة تتحول إلى صدقة، وإنما هم في مقام العمل يكفرون، كان سارقا فتاب فصار مصدقا، هذا معنى تبديل الحسنات السيئات أو تبديل السيئات إلى حسنات. المهم هذا في مقام التكفير. وبعد ذلك ماذا؟ هذا الذي يبحث عنه الناس هذه الأيام فلا يجدونها، وأصلح بالهم. تقول: يا فلان كيف حالك؟ إنسان ثري أكبر أثرياء البلد، يقول: بالي مشوش، ليس عندي استقرار باطني، تعنون الكآبة والقلق والاضطراب، هذا البال لا يصلح إلا بفضل الله عز وجل. وهو القائل في آية أخرى:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي خلق القلب يطمئنه، الذي خلق القلب يصلح باله. شرق غرب، الخمرة والأفيون والطعام اللذيذ ومعاشرة النساء وإلى آخره، هذه أدوات استمتاع يصلح بالك في ساعة الأكل، أنت في المطعم مشغول متلذذ، على فراش الزوجية أنت متلذذ، ولكن بعد ذلك ماذا؟ المؤمن ليس هكذا، قلبه مطمئن في كل آن مطمئن، لا يطمئن ساعة ويضطرب أخرى. القلب إذا اطمأن بذكر الله استمر الاطمئنان إلى يوم لقائه، في البرزخ مطمئن، في عرصات القيامة مطمئن، يجتاز نار جهنم وإن منكم إلا واردها وهو مطمئن، يصل إلى باب الجنة وهو مطمئن. فرق بين اطمئنان المتع المادية وبين اطمئنان هذه الآية، وأصلح بالهم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أصلح بالنا، واجعلنا ممن يستن بسنة نبيك. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.